هلا بنحتاج نحتاج 2 دجاجة صغيرة، أنا بجيبهم صغار عشان بستوا أسرع، كوب ونصف أرز بسمتي، ربع كوب توت مجفف أو رمان، ملعقة كبيرة زعفران، 100 جرام لوز شرحات، ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة أو كزبرة طازجة من أشتال، 3 ملاعق كبيرة ماء زهر، خليط البهارات الإيراني المكون من هيل مطحون، قرفة مطحونة، حبة لومي، كبشة قرنفل مطحون، كراوية، ينسون وكركم، سرة بهارات مشكلة حب وأنا هلا بورجيكم إياها، ملح، ولدهن الدجاج محتاج زيت أو سمنة وطحين وكركم. تمام. هلا بالنسبه للرز، نحن عندنا رز بسمتي. الرز البسمتي بحتاج كل كوب، زي ما كنا نحكي دائما انه كل كوب بحتاج كوب ونصف، كل كوب رز بسمتي بحتاج كوب ونصف ماء. نقع الرز البسمتي، خلينا نحكي عنه شوي. بننقع الرز البسمتي او اي رز، بننقعه بحدود الثلث ساعه. اذا نقعناه اكثر من ثلث ساعه ممكن كثير انه يخبص بالهذا، في ناس بتنقعه مثلا بتنسى، كثير ممكن انه يخبص بالنشا تبعه كله بيطلع، فممكن كثير يخبص بالاكل بالطبخ. فلازم نحن ننقعه ثلث ساعه في مي فاتره ومش مي سخنه كمان عشان ما تطلع كل النشا زياده عن اللزوم. وبعدين كل كاسه بدها كاسه ونص. انا عملت رز ابيض وعملت رز عليه زعفران وعصفر وخلطتهم مع بعض، وخلطت فيهم اللوز وحطيت فيهم زبيب. هلا الزبيب هذا اللي حطيته زي عندنا هون، هذا الزبيب حطيته منقوع الزبيب بماء ورد. تمام، منقوع الزبيب والرمان المجفف او التوت المجفف بماء ورد، هو بيعطينا، ما ببين بالاكل بس بيعطينا طعمه بتجنن، بتعطي طعمه للدجاج لحمه ما بصير فيها ولا نقطه طعمه غير مرغوب فيها. فهلا الرز نحن عندنا جاهز، ما راح الحق اعمله على الهواء، بس اورجيكم كيف راح نخلص الدجاج ونعمله. واذا عندكم اي اسئله بالنسبه لرز البسمتي ابعثوا لنا او ابعثوا لي على صفحه الشيف ايمان عماري على الفيسبوك. تمام. هلا بدي بضحك يعني عبد الله دائما بضحك. قولي لي ايمان ليش مستعجله؟ لانه بدي عندي طبيخ، عندي شغل، عندي عزايم. هو عنده حلقه. عندي حلقه، شو بدي اعمل؟ اوكي طيب، هي عندنا الدجاج طبعا مغسولين ومنظفين. الدجاج كله اخذته هيك لحظي الصغير هيك، مش الدجاجه كبيره. وهلا بدنا نحشيها وندخلها على الفرن. يلا ورجينا. تمام. هلا بدي عادة أنا بحط هلا اللي موجودة بالفرن في تحتيها بطاطا أو بحط سيليكون عشان ما يلزق الدجاج. أوكي، بس مبدئيا هلا نحن هي عندنا الدجاج نحطه، أنا بس بحب أقيمه، خليني أحشيه أول. هلا معلش، هلا هذا الرز رح نستعمله، بس أحشي، بس تعطيني معلقة يا روان عشان بديش أحط إيدي بالرز لأنه نضيف. بدنا نحط، اوكي معلش نوسخ المعلقه بعدين نحطها بالمجلى. اوكي بدنا نحط الرز. هلا الرز مستوي، مش نص استوى، مستوي تماما، ما بيأثر. بتحبوا تستووه نص استوى ما برضه بصير. خليني احط شويه زبيب لانه انا بحبه بزياده. يعني بعمل بالبيت انا صرر هيك جاهزه، بكون حاطه جواهم هدول الصرر، فيهم فلفل اسود، بيكون في شو بحضرهم، يعني بكون عندي كميه دائما جاهزه. هذا شاش نظيف طبعا، بيكون في كمان ورق غار مكسر جوا، بيكون في حب مكسره كمان قرفه، كل الاشياء اللي نحن بنستعملها للسلق وبنحطها هون عشان تعطيني تسكر اول شيء وتعطيني الطعم اللي انا بدي. بتسكر على الرز، بتقدر تكبروها طبعا بس ما في داعي لانه هيها كافيه، وبتعطيني طعم اسمعي ما بتصدقي قديش بفرق الرز والدجاج. طبعا تمام. هلا بدي ادهن الدجاجات بالسمنه. هلا بدي احط البهارات المشكله اللي سميناهم، اللي حكينا انهم هدول بهارات ايرانيه، هيل وقرفه يعني هي انا بطحنهم طازه وبخليهم عندي وبعطوني طعم كثير زاكي. بعدين حطينا هلا سمنه، وبعدين بنحط شوي طحين. الطحين بعطيه قرشه كثير زاكي، هلا بتشوفيها لانه هلا السمنه بتسيح، فالطحين بعطيني قرشه كثير زاكيه. حبيت والله، كثير بتفرق. هلا بتشوفيها محلاها. وبعدين عندي لومي، بدي احط اللومي، حبات اللومي بدي احطهم ورا السرر اللي حطيناهم برضه عشان طعم الدجاج وعشان يعطيني طعم مرتب وعشان الدجاج ما يطلع منه الرز. صح.